عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الاسد، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. لايكاتكم حبايب قلبي وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضل ليس امرا انزلوا في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. سورة الفتح، رب يفتح لكم كل الأبواب المغلقة، بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. برد الأسد، صلي على الحبيب المصطفى. أنا شايف يا برد الأسد إن في موضوع هيتم على خير، موضوع عمال تفكر بيه، في اتفاق بينك وما بين حد. أنا شايف بس هنا خلي بالك، في حد هيتدخل هيكون رأيه في الموضوع ده، يعني هيخليك مخنوق. رأيه هيكون في الموضوع ده اللي انت بتفكر فيها تكون مخنوق منه. انا شايف هنا في لم شمل، لم شمل رجوع او لم في الاسرة او التمام، هيكون في لم شمل في الاسرة. شايف هنا في اظهار، انت بتظهر حداد قدام الناس او بتظهر اشي دايبالك الحسد، فبلاش تظهر حداد اللي معاك او حداد كثيرة او تتكلم عن الرزق او تتكلم كثير في اشيائك علشان الحسد تعبك جدا. شايف الفترة دي او اللي فترة هاي قدامك نقطتين، شايف هيكون عندك راحة بال وربنا هيجبر بخاطرك، ربنا هيجبر بخاطرك، ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله تعالى، لأن قلبك طيب، لأنك شايل وساكت وكاتم. عندك مكالمة هتجيلك من ناس بعيدة عنك، المكالمة دي هيكون فيها عتاب، يعني شايف المكالمة دي هيكون فيها عتاب. أنت بتتعامل بالمودة والرحمة بالحب والخير مع كل الناس، بس في عندك شوية أعراض دي سببها الحسد، الخنقة اللي عندك أو الضيق مش خليك تاخد نفسك، هاي من الحسد. الحسد قلت لك بلاش تظهر أشياءك قدام الناس. شايف عندك هتتبدل الأضواء عندك في مجال الشغل، أو في موضوع معاك رح يعدي على خير رح يتم إن شاء الله. شايف عندك هنا ندم، انت زعلان، شافك زعلان على شخص خسرته، بس انت كنت على حق، وهتكتشف ان انت كنت على حق وانك كنت لازم تاخذ هذا القرار من قبل، لانك لازم تتعامل مع الناس دي هكذا كده. شايف برضو عندك راحة، عندك راحة وعندك فتح ابواب من ابواب الرزق بفضل الله تعالى. شايف عندك رزق ليه دور كبير جدا في حياتك، في باب رزق هيتفتح لك بإذن الله تعالى. أنا شايف يعني هتكون معدي هاي المرحلة على خير، لأنك أنت مريت بأزمة وبتمر بيها حاليا يا برد الأسد. شايفك إن أنت تعبان مع إنك ما عملتش حاجة وحشة مع حد، ودايما كل اللي بتعمله خير بيتقلب عليك شر، فما تقلقش، وازن أمورك بإذن الله تعالى. هتخطي هاي المرحلة اليومين دول، هتخطيها بإذن الله تعالى، وهيتفتح قدامك باب الرزق اللي انت بتحاول تفتحه من فترة. شايف برضو انت هنا عمال تبعد على قد ما تقدر بالطاقات السلبية، وبتقطع علاقاتك مع اشخاص. شايفك بتهرب، شايفك ماشي لوحدك في الطريق، شايفك ان انت عايز تستقر، عايز توصل لهدفك، وفعلا هتوصل لهدفك وهيفتح امامك باب الخير والرزق بإذن الله تعالى. شايف عندك بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. بلاش الخوف اللي عندك او بلاش القلق اللي عندك، عندك حظ، معاك حظ، بس الحسد تعبك شوية، الحسد مسيطر عليك، فحاول تخلص من طاقة الحسد، طاقة العين اللي صايبك، لأن الحسد واخد جزء كبير في حياتك. هدي أعصابك وخلص من الطاقة السلبية علشان أنت حساس جدا، مع إنك بتحب الوحدة، بتحب الانعزال. شايف عندك بدايات جديدة في كل الأمور اللي أنت خسرتها الفترة اللي فاتت. الأسد عندك فتح أبواب، عندك رزق وفير بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله.
بلاش تيجي على نفسك علشان ترضي الآخرين، بلاش تيجي على نفسك علشان ترضي الآخرين. كما قلنا في حالة هنا برج الأسد، يعني هنا ديالك الفترة اللي داية، شايف ديالك فرحة من بعد كل التعب اللي انت عانيت بيه والخمول والكسل. انا شي حالة اللي مسيطرة عليك، يعني كله ده راح يخلص، لان الحالة او التعب مسيطر عليك وعلى اولادك والاسرة، ان شاء الله كله راح يخلص باذن الله تعالى. شايفك بتجهز او حابب تنقل من مكان، او شايفك في نقل عتبة او بتحاول تنقل من مكان لمكان، ان شاء الله راح يكتمل معاك وراح تنقل للمكان التي تريده باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف في هنا انت داخل برج الاسد على مشروع او شراء، كما قلنا بيت جديد ان شاء الله يتم على خير باذن الله تعالى. عندك حل مشكلة كبيرة كانت مدمرة حياتك، كانت يعني عاملة معاك أزمات كثيرة، هاي المشكلة وراح تسد هاي الدين بفضل الله. وكمان عندكم هنا برج الأسد، عندك مريض راح يشفى بإذن الله تعالى، مريض راح يشفى بإذن الله. عندك نذر قديم لازم توفيه، هو عندك حلم كنت بتحلم بيه كثير بس تأخر معاك على وشك التحقق، كما كنا هيفتح معاك أبواب الرزق ورؤيتك كل الأمور اللي حواليك صح جدا، وتوقعاتك فعلا في محلها، إنك بعدت عن الأشخاص الحاقدين ومشيت في طريقك وحاولت بتكافح لتوصل لهدفك وهتوصل. وعندك هنا خبر حلو هاي الأيام، قلنا لك قدامك خطوتين إن شاء الله تكون يومين وهتوصل ل الخبر المفرح. وفي طاقة إيجابية قادمة ليكم، إحساس بالقوة طاغية عليكم الفترة دي. أنا في هنا اختبار هتمر بيه، محتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفتك علشان تمر بسلامة في الاختبار، عشان تمر بسلامة في الاختبار. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، في اعتراف بالحب ليك، أو ربما صداقة أو علاقة عابرة هتتحول إلى موضوع جدي يعيد ليك حياتك بإذن الله. شايف عندك زعل جواك وبتحاول تضحك وما بتظهرش ضيقتك، وصدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي على خير، وعوض ورزق كبير من ربنا بيكون قريب منك بعد تعب وعذاب سنين، هانت خلاص جيالك نصرة ومعاها فرحة كبيرة ليك إن شاء الله. شايف هنا في رجوع للمنفصلين، شايف حصل ما بينهم طش كلام او في تدخل، شايف في مكالمة هتيجي، هيكون في عتاب ما بينهم، وان شاء الله بعد العتاب شايف في فرحة هتكون فيها رجوع هي الفرحة بإذن الله تعالى، لان شايف في لم أسرة وفي فرحة في ارض بيتك، ان كانت رجوع او بسبب مولود جديد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم حتى يرضيكم، أكثر من قراءة سورة الفتح بفتح الأبواب المغلقة. أخواتنا في الله راح تفتح معاكم إن شاء الله سورة الفتح كلها الأبواب المغلقة. ممكن أنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابعة، هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو والرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا في العلاج يتواصل مع المدير على الواتس، وإن شاء الله هنكون في حسن ظنه. وما تنسوش اخواتنا في الله تدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.